مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق تيك توك، تحديدا عن طريقة حل هذه المشكلة إذا منعك من إرسال واستقبال الرسائل. قبل ما أبدأ أشرح لكم الحل، طلب أنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. طبعا هذا الحظر راح يكون مؤقت، ففي طريقة واحدة أنه نتواصل ويا الدعم حتى أنه نحاول نفتح الحظر. والآن راح أدخل من داخل التطبيق أشرح لكم. في البداية هذه الرسالة راح توصلك بهذا الشكل: نظرا لوجود انتهاكات متعددة لإرشادات المجتمع، تم منعك مؤقتا من إرسال واستقبال الرسائل. وعرض التفاصيل في إشعارات التطبيق. حتى نحل هذه المشكلة لازم نتواصل ويا الدعم ونبلغهم أنه صار علينا حظر. فندخل على تطبيق تيك توك، وهذا حسابي كيجلدي 1235335، أتمنى أيضا تشتركون بي. بعد أروح على ثلاثة أسطر، راح تظهر عندي هذه الصفحة. أدخل على هنا هذه العلامة، راح ياخذني لهذه الصفحة. أنزل إلى أسفل، الإبلاغ عن مشكلة، تكبس عليها راح ياخذني لهذه الصفحة الثانية. أدخل على التفاعل، راح تظهر عندي عدة خيارات، راح أنزل على الرسائل، أخذني لهذه الصفحة. تدخل على، طبعا هنا حلول موجودة إذا تحب أنه تقرأها، لكن أنا أدخل على آخر. راح ياخذني لهذه الصفحة: هل تم حل مشكلتك؟ لا. والآن هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ نعم. فهنا تخبر الملاحظة، كل واحد يكتب على اللهجة مالته، باللهجة عفوا مالته، أنه أنا تم حظري من استقبال وإرسال الرسائل، أرجع حل هذه المشكلة لأنه اكتشفت أنه خطأ. يعني هذا شيء بسيط، لكن أنا ما أتمنى أنه تكتبوا، كل واحد يكتب يعني يختلف، لأنه حتى لا يصير شيء موحد وللأسف بعدين ما يجاوبون أي أحد. هذه عن خبرة. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. طلب لا تنسون الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.